بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سمو الرئيس، اصحاب الجلاله والسمو قاده دول المجلس. يطيب لي ان ارحب بكم اليوم في هذا اللقاء المبارك في دورتكم 41 المجلس الاعلى، ومعروض امامكم البيان الختامي بعد ان تم قرارا من اصحاب المعالي سمو المعالي وزراء الخارجيه للتكرم بالاعتماد. أعتقد الجميع ما عنده ملاحظة. شكرا سمو الرئيس. أيضا نستأذن سموكم وأصحاب الجلالة والسمو بالتوقيع على البيان الختامي وبيان العلا. أشكر الجميع على هذه الخطوات الشجاعة والتي تنم عن حرص كل قائد من قيادات مجلس التعاون الخليجي والجميع، فشكر جزيل للجميع والشكر موصول لمن قام وساهم في هذا العمل. وأعلن اختتام الجلسة الأولى وأدعوكم إلى مأدبة الغداء.